ثواني، عشان نوصل ان احنا نعمل حاجة طبيعية او حاجة واقعية في قلب برنامج اليوميون، بحتاج ان انا اضيف اكثر من عنصر عشان نحقق حاجة واحدة. على سبيل المثال، ما ينفعش اجي اقول ان انا عايز احط لايت فاجي اختار اللايت واروح حاطه بالشكل دوت، تمام؟ لا، لازم احدد المكان اللي اتحط فيه العنصر. على سبيل المثال، ممكن اجي هنا في الاوت دور واقول له ان انا عايز اعمل نور بالشكل دوت، واحدة هنا واحدة هنا وواحدة هنا مثلا اهي. بعد كده تقدر تضيف الإنارة ليهم، هاجي هنا واقول له ان انا عايز اضيف اللايت اهوت، مجرد تضيفها هنا خلاص بقت فيها واقعية ان في حاجة موجودة بالشكل دوت. على سبيل المثال، لو احنا هنضيف نار، تمام، عندك هنا مثلا شجر، مثلا خلينا نضيف شجر الاول اهو. طيب انت هتمشي جوه الشجر دوت ومش هتحس بحاجه خالص. لا، احنا ممكن نضيف صوت، ساوند. مشكله الساوند ان هو مش مديني غير ان انا قاعد اسمع، تمام. فتقدر تضيف ساوند هنا اهوت، تمام، واي حاجه من دول تقدر تعمل عليها سيلكت. بتلاقي هنا الفوليوم عالي واطي زي ما انت عايز، المين ديستنس اللي هي المين ديستنس اللي هو الخط دوت اللي هو لما تقرب منه تسمع صوت جامد جدا، ده الماكس، تمام. بحس ان شفت لما انا كبرتها بقيت نفسي واقع جوه الشجر فبقيت اسمع صوت، خليها مثلا بالشكل دوت اهو. ده نوع من انواع الواقعيه، ان وانا ماشي اول ما اقرب من حاجه اسمع صوت. ده كده تحس بقى ايه، ان فعلا دي حاجه طبيعيه وحاجه فعلا في طيب. عندما المفروض الشجر ده بينزل منه ورق مثلا، تمام، مش عايزين نحس بيها، فبخش هنا في افكتس مثلا اهي، بلاقي عندي مؤثرات كتير قوي. ده مثلا فاير، ده ميه، ده سموك، ده فوج، ده ليفز اهو. هقول له بقى ان انا عايز تاثير ان في شجر بيقع. طيب زي ما انت شايف الشجر دوت لونه احمر، بينما احنا بالنسبه لنا لا، احنا الشجر مش الشجر فوق مش لونه احمر اهو. علمنا عليهم كلهم وهناخد لون يكون قريب من الواقع، وتبدا تغير الويند بتاعتها بالشكل دوت، تمام، زي ما انت عايز. الاماونت بتاعتها برضو، الانتشار بتاعها، التايب، كل ما تعمل كده بيبقى فيه انواع مختلفة، السايز، تمام. طيب انا حاسس انها محتاجة مثلا نطلع بيها فوق شوية، نبدأ نطلع بيها بالشكل دوت لحد ما تحس فعلا انها مقبولة شوية. بالشكل ده ماشي، تمام، فتقدر تحس بيها. طيب بعد الشجر مثلا ممكن نبدأ نشوف لو في نار، النار تحاول تجيب عنصر يكون يعني النار دي تعرف منين، فبتبدأ تحط مثلا في بعض الخشب قبل ما تعمل النار، تمام. طيب لو جينا مثلا هنا وقلت له افكت مثلا واخترت النار اهي، هو بقى بيبدأ يجيب لك النار، فانت تبدأ تشوفها بالنسبة لنسبة الإنسان. ما فيهاش حط حاجة زي كده وتبدأ تصغرها، لا، حاول تخليها واقعية. مثلا اخترنا حاجة زي كده عشان نقدر نسيطر عليها، برضه نحط لها صوت بتاع النار. طب النار دي مش هيطلع منها دخان؟ خلاص نبدأ نحط دخان اهو. اقول له انا عايز مثلا دخان بالشكل دوت، يكون فيه شوية واقعية اهو، تمام. الدخان ده تقدر تعمل عليه سيلكت، اقول له موف لفوق شويه عشان يبقى فوق النار. تقدر بقى تتحكم في السايز بتاعه مثلا حسب ما انت حابب شكلها. ممكن تضيف صوت للنار، مشكله الصوت ان هو مش معرفني انا حاجه، فبتقدر تضيف بقى واحده واحده لحد ما تلاقي الصوت اللي انت عايزه، تمام. مش مديني حاجة أخطر منها غير لما تتعدي عليهم واحدة واحدة لحد ما أتأكد من الصوت. طيب مثلا فرض إن أنا عندي بشرة مثلا، لو أنت عايزه يبقى ثابت خلاص تختار الشكل الثابت ده. لو أنت هتضيف عليه مؤثر يخليه يتحرك لازم يكون هو أصلا بيتحرك، تمام. يعني ما ينفعش أجيب واحد ثابت زي دوت وأديله حركة،
او العكس، اجيب واحد بيتحرك وبيجري واخليه واقف في مكانه، هيبقى كانه مثلا ايه يعني، ده مثلا اهو ده واضح ان هو بيمشي، لو سبته في مكانه كده مش هيبقى فيه واقعيه، فعشان اجيب واقعيه بنضيف مؤثر الحركه من موفي، وببدا اضيف المؤثرات بتاعت الحركه. تمام، شرحناه قبل كده. تمام، بتقول له سجل لي اللقطه. تمام اهوت. تمام، وبعد كده بتبدا تضيف المؤثرات زي ما انت عايز، كاستم ستايل، وتبدا تختار الستايل اللي انت تقدر تضيف فيه الحركه. خلينا نشوف شو اقول. تمام، الاوبجكت هتلاقي فيه انيميشن، هتلاقي فيه حاجات خاصه بالحركه زي ما انت شايف، ممكن تقول له مثلا موف. هقول له ايديت، وابدا اختار مثلا دوت، وابدا اشوف الحركه بتاعته هتبقى من فين لفين. بحيث لما ابدا اشغل يبدا يعمل لي مؤثر للحركه. طيب عايز اضيف بقى صوت لي للناس اللي هنا، هدخل هنا في الساوند وابدا ادور على صوت، وابدا اضيف الصوت بحيث لو انا ماشي جيت هنا اسمع صوت الناس، رحت عند الشجر ابدا اسمع صوت الشجر، رحت عند النار اسمع صوت النار، بس كل مكان تروحه تسمع الصوت اللي موجود فيه الحاجه دي.